والله راتب ابو من اي ضابط والله بتدور بتدوب على الدكاتره صدام للعين عملي والله ما عندي ملياني موي ما يكفي والله بتدوب للاكل وللشرب وللغاز والغاز والمولده اللي بيها 40 الف طعينه مال مولده والله ما عاد كفي بكيش يشتغل امي بطال والله ما دخلك معوق ضغط طلقه ايه ومن له معامله زي ما صارت فات الدواعش وسقطت كلها ما يطيق يشتغل ما يطيق لا والله حرام كل ساعه يمشي ويقع ما مزوج هسه الزوج ما صاروا بعد ما صاروا اولاد هسه صاروا سني والله يعني الاوراق مال العمليه كل ما اروح 150 بالله بس مصرف مال الدكاتره بيها ماي من سكري وضغط وذبحه